السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن كيفية اختيار الحضان المناسب وكيفية تفادي موت الزغاليل. الفيديو ده لعم احمد ادم وعم كوتو ادم والكل قال ادم. النهاردة معانا زغلولين كده من الحضان، ربنا ما كرمش بحصويتين حضانهم من الحمام الغزار اللي عندنا، فسيبنا الحصويتين تحت الحضان وطلعوا هم الحمد لله. هوريكم كده القص اللي هما بيحضنوا معايا، كم قص اللي بيحضنوا معايا. لازم القص يكون جلد. ازاي هوريكم؟ دي تيرة اللي بتخدم معايا اهي، تيرة مظبوطة ما فيهاش اي مرض. ما لو ما لو فيها مرض الزغاليل هتموت، علشان دي الاكل بيتنقل من هنا لهنا، فالمرض هيتنقل من هنا لهنا والزغاليل ما بتستحملش. الحمام الكبير ممكن يستحمل يوم يومين، وبرده مش يستحسن انه يقعد يعني كتير بالمرض اللي فيه. اهو دول القص، دول متخصصين عندي في زق القواطع، يعني في زق العظام القصيرة. اهو اوريكم الذكر، اهو الذكر، اهو الذكر. ولازم برضو من الحضانات الحمام الحضان لازم يكون الشداء بتاعه واسع، عشان العظمة اللي قطعة ترتاح وهي بتدخل وهي بتاكل. اهو بص الشداء بتاعه واسع ازاي. وهوريكم كام برضو قص تاني اهو، بصوا ده الحضان كله اهو، بصوا الشداء بتاعه واسع ازاي. كرزليات اهي، بسم الله ما شاء الله. تمام كده، ويستحسن انك تدي يعني مثلا ذكر كريزلي مع انتيا مع انتيا شقلباز. الشقلباز على فكره في اللبه حلو، الشقلباز بيلبن حلو قوي الزغاليل. اه عندنا زغلولين من القص اللي هم وريتهولكم، التيره الجماعيه والذكر الكريزلي، ربنا ما كرمش بحصويتين حضانهم، فايه سيبنا الحصويتين تحتهم وتبقى. عندنا بقى الزغلولين دول، انا بهتم باي حاجه، يعني زغلولين مثلا حضان بهتم بيه، حمام حضان بهتم بيه، حمام غزار اي حاجه. الحضان اصلا رقم واحد عامه، يعني من غير حضان مش هتعرف تفرز زغلولين. هم زغلولين من تحت الحضان اللي تحت دول. هنا الزغلولين بقى ايه اهم حاجه متابعه الزغلولين. الزغلولين دول محتاجين ايه؟ ميه. بص بصلتهم ايه ناشفه، محتاجين ميه. هنديلهم شويه ميه كده، وهنديلهم نص برشامه بالشمس في هنديلهم فلاجيل 3 ايام لمده 3 ايام، كل زغلول نص قرص لمده 3 ايام. دول زغلولين مدبسين لسه، وهنديلهم دلوقتي، وانا اديت لهم قبل كده اصلا فيتامينات عشان الريش بتاعهم يطلع حلو. معلش بقى الفلاجيل عندي خلص، احنا ممكن نستخدم معاهم ايه انتينال او اي حاجة. اهي بطارة انتينال، انا حطيت فيها انتينال. هنديلهم ايه 3 نقط كده او 5 نقط عادي يعني. اهو زارو الخضر كمان، خدمه كمان. هوريكم كده شاب من فرخي ابن اهالي اهالي الحمام ده، زغلولين كرزلياته الجماعيه ده اهاليه اللي زقاه وبفضل الله جابوه اهو. ده هو اندكر شاب لسه ما باتش عليه السنه، باذن الله لما يبات عليه السنه هيحلو الشاب. بسم الله ما شاء الله عليه، قشر المظبوط، الدل المختوم، الفله، الدبوس، الشراب اهو، بسم الله ما شاء الله. وانا اصلا ده متخصص اصلا عندي في زق الايه الحمام اللي هو عظامه قصيره وكده. وكده نهايه الفيديو النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.